بزاف ديال الناس اللي سولناهم وقلنا لهم واش كتعرفوا شي رهان، كاين اللي غادي يقول اه وكاين اللي غادي يقول لا، ولكن فئة كبيرة غادي يقولوا اه. وشكون اللي غادي يقولوا اه من ديك الفئة الكبيرة؟ وما هادوك الناس دابا اللي عندهم من تقريبا 26 عام لما فوق. فهاد الجينيراسيون بالضبط كانوا كيعرفوا شي رهان وعايشوا فوازير شي رهان. فشي رهان فواحد ليبوك كانت مشهورة بزاف، وكان كل رمضان ضروري ما تلقى فيه شي رهان، يعني لدرجة انك فهمتي ما يمكنش تعيش شي رمضان بلا لما تشوف فوازير ديال شي رهان. فشي رهان حبسات هادشي او ما يسمى الفوازير المسرحيات 19 عام. شنو كانت كدير في 19 عام؟ هادشي اللي غادي نكتير. اول حاجه خصكم تعرفوا بلي شريهان عندها 57 عام، ومؤخرا دارت واحد الاشهار لفودافون. هاد الاشهار هذا تخلصت عليه او خلصوها 2 مليون ديال الدولار. ولكن خصكم تعرفوا ان هاد الاشهار هذا واخا بزاف ديال الناس انتقدوا، فهاد الاشهار كيبين بزاف ديال الحوايج، وهاد الاشهار كتعاود فيه القصه ديال الحياه ديالها. ففي الاول ديال الاشهار كتبان لك شريهان كتشطح وكتستمتع بالحياه، وكتبين لنا داك الجانب اللي كانت كديرو ملي كانت زعما داك الشطاح اللي كانت كديرو في الفوازير. ابخي كيبدا تبين لنا اشنو دوزات او المراحل ديال الحياه ديالها. بشويه بشويه تدخلنا في واحد المود ديال النوستالجيا. شويه كتعاود واحد القصه كانت طرات ليها مع ولد الرئيس مبارك اللي كان رئيس سابق ديال مصر اللي سميتو علاء مبارك. هاد علاء مبارك كانت كتجمعو هو وشريهان واحد العلاقة ديال الحب، ولكن حيتاش رفض باه ورفضات مو العلاقة ديالهم دبروا لها واحد الحادث تسير كيف ما كيبين اشعار. فابخي هاد الحادثة هادي شريهان غتعاني من الكسر في العمود الفقري ديالها والحوض ديالها اللي غادي يخليها جالسة مدة كبيرة في المستشفيات، وغتعالج في فرنسا وغترجع. ومن غترجع ما غترجعش ديك الرجعه حيت ما بقاش قاده فهمتي تشطح كيف ما كانت شحال هادي، يعني صحتها ما بقاش كيف ما كانت. ابخي غيدوز الوقت وغيدوز الوقت غيدوز الوقت غتبغي ترجع، ولكن ملي غترجع غترجع مزيانه، ولكن هنا غادي يجيها كونسير ديال الغدد النمساوية. فمن الاهل الاختصاصي اللي سولتيهم على الكونسير فهو من اخطر الكونسير اللي كاينين حاليا. وخا هكاك دازوا الاعوام وقدرات انها تغلب على المرض ديالها ورجعات عاوتاني بهاد الشهر. وواحد الحاجه غنبغيت نقولها للبنادم او الناس اللي تنتقدوا هاد الشهر، فخوت واخا تنتقدوا تبقى احسن وحده دازت التاريخ، زعما التاريخ زعما داكشي ديال رمضان وداكشي اللي قدمات شي حاجه زوينه. قوتنا ان مفيش حاجه تقدر توقفنا. فودافون مع بعض اقوى.